هذا الباسل قبل ما يبدا الماتش اللعابه يلاه كيسخنوا يلاه دخلوا التيران، الباسل مع بلعمي اشني هي الهضره اللي بيناتهم؟ هذه هضره باينه ديال امدلا واش مهضرين فيك، راك كيدير مع هاد الناس، راك كيدير هادي وكذا وكذا. تشوفوا ملي كتهلا في اللعاب اللي كيجي براني، انا تندوي دائما في اطار انتداب في اطار الميركاتو، كتجي واحد اللعاب خصك تهلا فيه باش يعطي مثال باش يشجع ناس اخرين انهم يجيو عندك. اللعاب اللي كيجيو جداد واللي كيجيو من خارج كازا راه خصك هما الاولين تهلا فيهم، هما الاولين اللي تكون كتعامل معاهم مزيان. شوفوا هنا غنشوفوا لقطه اخرى، شوفوا هذه كذلك سميتو يعني مبارك مع ذاك اللاعب ديال الفتح اللي كان في الجديده استعمل سميتو. كذلك نفس الشيء راه كيسولوا اللعابه بعضياتهم، امضرا فيك انت، فين هو التليفون ديالك، فين هادي، واش مهلين فيك، واش كذا، علاش كيجلسوا كون بلاصو، علاش. هذا الشيء كله هادو نقط يجب اخذوها بعين الاعتبار ويجب معالجتها. راه صوام اللي عندها معاني ديالها. الا بغينا فرقتنا تكون قويه ونبنيو فريق ديال المستقبل لسنوات وسنوات، قناص تذكر سميتو وياه. شوفوا الثالثه بالعمري مع واحد من التقنيين ديال فريق الفتح الرباط، فبالله عليكم انتم في نظركم شنو غيكون كيقول لي واش مصلحته يجرب بالعمري يهضر معاه؟ الحاله دي فينا هو باي حق بعد هذا جارو كيهضر معاك، سلمت عليه سلم وزيد بحالك. من قال انه كيديمارشي انه تيهضر معاه تيقول لي خصك ترجع راه محتاجينك وهادي اش تبقى دير هنا واش مالين فيك واش كذا. شوفوا دونك الله يرحم الوالدين، يجب الاهتمام ببعض التفاصيل اللي كتبدو بعض المرات انها خاويه ولكن مهمه جدا. اللاعبين ديالنا خص نحيطوهم، خص يكون مسؤول عن الفريق الاول. انا تحيه كل هذا السيل بلغيتي، ما عندي مشكله، رجاوي حر وكيعاون الفرقه ماديا ومعنويا وبالحضور وبوقته وبوقت ولادو كيضحي مع الفرقه ما عنديش، ولكن انا بالنسبه ليا اذا كنقولوا شخص مكلف بالفريق الاول فيجب ان يكون شخصا بعدا يكون انجان ويكون من ذاك النوع اللي كيتبربص، يعني من ذاك النوع اللي على مستوى من التجربه الكبيره لدرجه انه كيحضي جميع التفاصيل. شي بحال هادشي ما فلتش ليه، جربوا يمشي لعندو اش كيقول ليه هذاك، اه صافا كيدير بخير ويوقف ليه تما، ما نخليش انا واحد ديمارشي ديال اللعاب يبقى يهضر معاه ويعرف اشنو كاين ويسولو اش داير معاك ويعرف اسرار الفرقه. تيفوا سير اخوك كتديني سلمتي عليه سير حالك سير قبل فرقتك. هذا هو المكلف بالفريق الاول او مدير الكره بحال اللي دايرين الناس ديال الاهلي داك اللي كانوا دايرين كيقابل اللعابه قابل لي جيان دو في اللعابه قادي اللعابه في كيسهروا في كي واش كيمشي وفي كيمشيو مورا لونطريمون في كيمشي واحد اللي مقابل. هذا هو المشرف على الفريق الاول، خصو يكون هاك ويكون باقي جون باش يجري معاهم، هما يجري هو يجري.